بسم الله، من الأوامر السهلة واللذيذة إن أنا أحول ال 2D ل 3D. وليكن مثلا عندي الشكل دوت، عايز أحوله ل 3D. عندي هنا سوليد باي سيكنس، يعني أي شكل هعلم عليه وأبدأ أدير السيكنس بتاعه، يا إما أكتبه هنا مباشرة وأروح مجرد بس إن أنا أدوس مرة واحدة شمال هو خلاص رسم كله، أو أدوس كنترول زد اشيل العلامه ديت واعمل عليه سيلكت وابدا انا امشي انا بالماوس المسافه اللي انا عايزها، الاقي الشكل اللي اتعامل معايا 3D. ومن الاول برضو السهله واللذيذه برضو اللي هو لينير سوليد ده، بختاره كاني برسم لاين عادي بس ليه ويتس وليه هاي. تمام. واروح اقفل الشكل، الاقي عندي كون 3D حسب الويتس والهاي بتاعه.